احيانا يجي في بالي سؤال، ليه في ناس عندهم قيمه عطاء عاليه جدا وفي ناس العكس تماما، وخصوصا في الحملات التطوعيه اللي بنشوفها الفتره الاخيره منتشره كثير بين الشباب. في حملات بتبدا وحملات بتنجح وحملات بتفشل وتوقف، ولكن الحملة اللي معانا اليوم من أنجح الحملات المستمرة اللي سمعنا عنها، وأكيد رح نعرف تفاصيل أكثر مع الشباب اللي منوريننا اليوم، غادة طلاقي وعبد الملك هشام من فريق نون ستوب التطوعي. منورين ساعة شباب. شباب نورك. سوي شيء صراحة لفتني هذا البوث وأنت جايبين لنا إياه اليوم الاستوديو، فنبغى نعرف تفاصيل أكثر عنه. طبعا البوث نموذج بسيط عن أعمالنا في المولات، في الواجهة البحرية، في كل مكان حتلاقي عمل تطوعي. طبيعة العمل التطوعي يعني من خلال التوعية احنا نستخدم البوث هذا، يجون الناس نشرح لهم ايش يعني. مثلا حملة سرطان الثدي كان عندنا البوث نوقف فيه، يجون الناس يسألونا نوعيهم عن سرطان الثدي ومتى يظهر سرطان الثدي وكيف يصير، ايش الاسباب اللي ممكن تصير. فهذا البوث هو النموذج الاساسي للاعمال التطوعيه في الاماكن السياحيه والاماكن العامه. جميل جدا، يعطيكم فعلا الف عافيه. ولكن غاده، تقدروا توصفوا لي اكثر شعوركم لما صرتوا يعني جزء من فريق تطوعي؟ وانا اعرف ان هذا بيرجع لكم يعني بشعور الجميل جدا وبيفرق كثير في شخصياتكم، ولكن كيف صارت حياتكم؟ يعني شغل، اجتماعات، حملات، افكار، غير انكم ما شاء الله تبارك الله دكاتره يعني في الطب. للأمانة ما حسينا أنه في ضغط علينا، لا من ناحية الوقت ولا من ناحية المدة، خصوصا حملاتنا في العادة تتراوح 15 يوم متواصلة وراء بعض، كل حملة فيها 5 ساعات أو أقل. بس فريقنا التطوعي وتيمنا مع بعض وشعورنا نحن كعيلة واحدة ما حسسنا في المسؤولية الكبيرة قد ما حسسنا أنه إحنا مرتاحين وإحنا بنشتغل، وخصوصا لما تبدأ تشوفي إقبال الناس على حملاتنا، كلام لطيف منهم، دعاوي، نحس إن إحنا بنعمل شغل جبار. صحيح. طب في نون ستوب عبد الملك، من وين كانت انطلاقتكم الفعلية لهذا الفريق وكيف تعرفتوا على بعض واجتمعتوا؟ طبعا يعني ما يعني من ناحية تعرفنا على بعض ما في يعني وقت أو تاريخ محدد أقدر أقول لك إنه تعرفنا على بعض. يعني إحنا طبيعة عملنا التطوعي ننزل حملات ويعني ماشية العمل التطوعي في الحياة، يعني مو من الجامعة، من السوق والأماكن العامة، من الحملات التطوعية، من خلال مشاركتنا للأعمال التطوعية بدأنا تعرفنا على بعض والأشياء. بالنسبة للانطلاقة نون ستوب كانت في عام 2018. جميل. طب كلموني أكثر عن المواقف اللي مريتوا فيها، يعني الحملات اللي شاركتوا فيها، أبرز الحملات اللي تركت أثر كبير جدا فيكم. من الحملات اللي شاركنا فيها واجهنا شوية صعوبة كانت جائحة كورونا، لأنه الناس خلاص زي ما أنت عارفة خارجين من حجر وتعبانين يعني كانوا ما يبغوا يسمعوا شيء عن كورونا خلاص ستوب. فلما نزلنا ايوه فعلا رجعنا نوعي الناس عن كورونا واهميه لبس الكمامات وغسلين، كنا نلاحظ يعني رفض اكثر من قبول. مع الايام صرنا نعطيهم معلومات اكثر، نكتشف انه في ناس ما عندهم التوعيه الكافيه. واحده من المواقف الصعبه اللي نتذكرها كنا في حمله داء سكري، جانا شخص يسال عن الحمله وكشفنا عليه واكتشفنا انه السكر عنده جدا مرتفع، كانت هذا اول مره نعرف وهو يعرف انه عنده الداء السكري من الدرجة الأولى. الله يشفي يا رب. آمين يا رب جميعا. فهذه واحدة من المواقف اللي ما ننساها. جميل. طب إيش اللي بيميز فريق نون ستوب التطوعي عن باقي الفرق؟ يعني ما شاء الله تبارك الله دائما وأبدا بنقول شبابنا فيهم الخير وشبابنا دائما متطوعين في كل مكان بنشوفهم، ولكن فريق نون ستوب هل اللي بيميزه بعدد المتطوعين أو بالأماكن اللي بيكونوا متواجدين فيها لتوعية المجتمع وخدمتهم في نفس الوقت؟ فريق نون ستوب ما في شيء ما يميزه. الله على الحال. فريق نون ستوب طبعا فريقكم فيه مميز. إدارة، كإدارة هيكل تنظيمي، فيها إدارة مشاريع، فيها إدارة مستشارين، فيها قسم إعلامي، فيها الهيكل التنظيمي مميز فيه يعني صراحة. كم عددكم ما شاء الله؟ كإدارة نعدي فوق ال 30 إذا شخص، يعني احنا مقسمين، احنا تخصصاتنا مختلفة، طبية، إعلامية، قانونية، عندنا مختلف التخصصات.
تقسيمة الهيكل الإداري عندنا كأنك بتحس نفسك أنك أنت مقسمة بشركة أو في مكان عام، عندنا قادة فرق وعندنا مشرفين ميدانيين، عندنا استشاريين، عندنا وحدة تقييم وتطوير، فكلنا كدائرة بنكمل بعضنا فيها. ما شاء الله تبارك الله، يعني كلكم ككل كم شخص في فريق نونستوب؟ أنا قلت 35 شخص كإداريين فقط. ومتطوعين؟ متطوعين، متغيرين في كل حملة. متغيرين في كل حملة وكل فترة. طيب نشوف كل فترة زي ما قلت في البداية أنه في فرق تطوعية بتظهر وفترة وبتنطفي وبعدين يرجعوا يغيروا حملاتهم التطوعية، ولكن نبي نعرف إيش اللي بيعطي الاستمرارية لفريق نونستوب. من الأشياء المميزة في نونستوب اسمه نونستوب، احنا بلا توقف، ونحن في عملية تغيير، يعني من جد احنا عملية تغيير دائمة. في كل حملة تطوعية، في كل عمل تطوعي ننزله، احنا نغير الفكر التطوعي، نغير طريقة الإلقاء، نغير طريقة فهذه من الأشياء المميزة جدا في نونستوب. جميل جدا. طب خلينا نتكلم عن حملاتكم التطوعية لشهر نوفمبر، ايش مجهزين لهذا الشهر؟ للأمانة الفترة اللي جاية بنحاول نجهز أكثر عن الحملات. يعني أول قرار أخذناه في تغيير الهيكل الإداري إنه حملاتنا ما حتصير سنوية ولا عالمية في يوم عالمي كسرطان الثدي، كالرئة، حتصير حملاتنا إن شاء الله مستمرة. بنحاول نجهز حملة إن شاء الله نروح نزور فيها الأطفال الأيتام. ممكن تاخذوني معاكم؟ طبعاً تنورين وتشرفين ورعاية المسنين بإذن الله، وعندنا حملات ترفيهية إن شاء الله. جميل جداً، يعطيكم ألف عافية شباب، ونورتونا فعلاً في الاستوديو. والله أنتوا اللي تستاهلوا أنكم تكونوا معنا موجودين في الاستوديو. نتمنى لكم كل التوفيق، وإذا احتجتوا أي شيء نحن وفريق ساعة شباب بالكامل موجودين لخدمتكم. شكراً لكم. الله يعطيك العافية يا رب. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا حساب البرنامج في انستغرام، الظاهر على الشاشة منصتنا متاحة لجميع المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات مثل غادة وعبد الملك اللي منوريننا اليوم في الاستوديو. وأنا ألقاكم غدا على خير، وأقول لكم فمان الله.